بلدة معربة 23/6/2012 بلدة معربة 23/6/2012 سقوط أحد قذائف الهاون على منازل المواطنين العزل. سقوط أحد قذائف الهاون وألسنة الدخان تتصاعد من المكان. بلدة معربة 23/6/2012 ما زال القصف مستمرا منذ أكثر من ساعتين. الله أكبر عليك يا بشار الأسد، الله أكبر عليك يا بشار الأسد، والله لن نركع لن نتراجع. تبا لك تبا لك تبا لك.